حديثنا سيكون حول التسويق عبر المؤثرين، خاصة بعد الحادثة الأخيرة المتعلقة بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشركة كوكاكولا. طبعا معكم خالد الصافي، أهلا وسهلا فيك معنا، نتعرف على كل هذه التفاصيل معك. شرفت، صباح الخير. أهلا فيك يا خالد. يعني بداية، يمكن صار مصطلح المؤثر والمؤثرين مصطلح فضفاض هاي الأيام. بتسأل شخص أو شاب شو بتشتغل، بقول لك أنا إنفلونسر أو مؤثر. فأخبرنا ماذا نعني بالمؤثر في عالم مواقع التواصل؟ نعم، المؤثر أو العلامة المؤثرة لا ينطبق على الأشخاص فقط، ممكن على الشركات، ممكن على العلامات التجارية. نعم. ممكن على الأشخاص، كل من لديه تأثير على الآخرين في اتخاذ القرار وتغيير السلوك. وبالتالي هنا لابد أن نفرق ما بين المؤثر والمشهور. هناك بعض المشاهير عندهم عدد كبير من المتابعين لكن لا يكونوا مؤثرين. صحيح. لا يقدروا على أن يغير في وجهة نظر المتابعين لديهم. مثلا في الأحداث الأخيرة على قطاع غزة شهدنا عدد كبير جدا من الناشطين الذين تحدثوا عن فلسطين وغردوا بشكل كبير، ومن كان من بينهم مارك رافالو الممثل الأمريكي والمخرج الذي قدم شخصية هولك الشهيرة في عالم الكوميكس. هذه الشخصية قامت بعمل عريضة على الإنترنت للدعوة لأجل إنقاذ أهل فلسطين، وأيضا اتهام ما تقوم به إسرائيل بأنه نوع من العنصرية. كانت هذه العريضة تحظى بأكثر من 3,500,000 مهتم وتم التوقيع عليه، وبالتالي هو غير في قرارات الناس. لذلك عندما نقول مؤثر هو شخص قادر على تغيير قرارات الناس. يأخذ قرار معين هو يبحث عنه. نعم. في مثل قرار الشراء، وهذا يقوم به معظم المسوقين عبر الإنترنت لأجل أن يؤثروا على قرارات المؤثرين. هناك مثلا في العالم العربي في بعض الدول ما يطلق عليه اسم مصطلح فاشينيستا. صحيح. بعض الشخصيات التي تروج لمنتجات تجارية مثل مستحضرات التجميل، الأزياء، الموضة، الملابس، الأطعمة باختلف أشكالها. هذا النوع من التأثير يجعل الناس أو المتابعين يهتموا بأن يستمعوا وجهة نظر هذا المؤثر واتخاذ القرار بالشراء. نعم. وبالمناسبة هنا نقطة في غاية الأهمية، أنه أكثر من 49% من متابعين مؤثرين ينتظروا قرارهم حتى يأخذوا قرارا بالشراء لهذه الدرجة. طب يمكن هذا الأشهر، لكن هناك أيضا أنواع للمؤثرين، أنا حابة أتعرف عليهم معك. نعم، هناك أنواع من المؤثرين يبدأوا بحسب تأثيرهم في محتواهم، في 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 محيطهم، في جمهورهم. بالأول هو المؤثر مايكرو انفلونسر أو المؤثر الصغير اللي بيكون عنده عدد من 10,000 إلى 100,000 متابع فقط، وهذا يؤثر عليهم فكريا أكثر مما يؤثر عليهم تجاريا وسياسيا وحتى إعلاميا. فبالتالي هؤلاء الأنواع من المؤثرين يكون لديهم القدرة على اختراق المجتمعات فكريا. النوع الثاني هو أعلى درجة، هو الميجا إنفلونسر، وهو اللي عنده ملايين من المتابعين وفي نفس الوقت يقدر على أن يغير وجهة نظرهم تجاه أي ماركة، أي سلعة، أي نوع من المنتجات. ومن خلال التأثير عليهم يكون هو صاحب القدرة على قيادة المشهد. النوع الأعلى وهو الأكثر تأثيرا هو الأوبن كي، أو ما له علاقة بتغيير الرأي العام. وهو ما حدث مع ما تفضلت مع رونالدو الذي كان سبب في خسارة شركة كوكاكولا أكثر من 4 مليار دولار بإزالة بحركة بسيطة يعني خلال 10 ثواني تقريبا. يعني تخيل لو سألنا سؤال بطريقة عكسية، ماذا لو رفع الكوكاكولا وشربها في ذلك الوقت؟ كم ستكسب؟ من المتوقع أنه ستكسب أكثر من هذا المبلغ أضعاف. ذلك لأنه عمليا اتخاذ هذا القرار يقوم بعملية تأثير على متابعيه وتأثير على الجمهور بشكل كبير جدا. لو تلاحظوا في بعض الأحيان بعض المؤثرين يلجأ لمثل هذه الأفعال بشكل عفوي، كأنها عفوي لكنها ليست كذلك. صحيح. ليست بريئة. بعض الأشخاص يستخدم ماركة معينة من الأزياء أو من الملابس أو الحقائب أو الأحذية الرياضية ويلتقط له صور وينشرها على اعتبار أنها، لأن هناك قوانين حول العالم تجبر المؤثر أن يصرح إذا كان هذا إعلان أو كان غير إعلان. نعم. فإذا كان إعلان هناك ضريبة تقتص منه للدولة، لأنه هذه إعلاناتهم صار في ضرائب ببعض الدول رسميا. طبعا، مثل كأنه شركة يعني، لأنه هو عبارة عن يستخدم اسمه براندو، يستخدم هذا العمل بحيث يقوم بعملية الترويج بشكل أو بآخر. طيب أخبرنا، يعني بما أنه ذكرنا قصة رونالدو مع كوكاكولا، حاليا شو الاستراتيجيات اللي بتتبعها العلامات التجارية للاستفادة من المؤثرين سواء سلبا أو إيجابا؟ هو بالرغم من أنه الإعلان عبر المؤثرين مكلف ومكلف جدا جدا. نعم. جدا 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 أكثر من الإعلان عبر القنوات. أكثر أعتقد. نعم. هو يعني بيحتسب مثلا بالأرقام اللي فيها 6 أصفار فأعلى.
يعني الإعلان عبر المؤثرين، لأنه السبب أنه الناتج جاي مضروب في 5 أو في 20. في بعض الأحيان إذا أنت صرفت دولار واحد من خلال مؤثر يأتيك 5 دولار، نعم. وبعض الأحيان إذا صرفت من خلال مؤثر 1 دولار يأتيك 20 دولار. وهذا المبلغ طبعا تسيل له لعاب الشركات العملاقة، صحيح. مثل شركات المياه الغازية، شركات الاتصالات، شركات الأزياء المشهورة، شركات الملابس. فبالتالي عندما تلجأ هذه الشركات تلجأ إلى مؤثرين لهم علاقة بالمنتج الخاص بهم، من ناحية مثلا إذا كان منتج غذائي أو منتج ملابس، يتم عمليا الطلب من المؤثر بأن يقوم بشراء هذا المنتج أو بلبسه أو بأكله أو بتناوله أو حتى بالحديث عنه بشكل مباشر. بعضهم قد يطلب منه لا يتحدث، مجرد أن يضعه في كادر معين أو في صورة أو يتحدث عنه. بعض النوع من الشركات تقوم بالتعاقد بشكل دائم مع المؤثر، وهذا شاهدناه في دول كثيرة، أنه خلص ترتبط العلامة التجارية بالشخصية الفلانية. فعندما ترى فلان تعرف أنه يعني المشروب الغازي فلان، أو عندما ترى الشخصية الشهيرة الممثلة فلانية تعرف أنها هي نوع الحقائب النسائية الشهيرة كذا. فهذا الارتباط الذهني تسعى له بشكل كبير جدا الشركات، حتى تجعل عملية ثقتها وثقلها وقوتها مرتبطة بهذه الشخصية، وتسعى بشكل كبير جدا أن تحافظ على سمعة هذا الشخص أكثر من حفاظها على منتجها، لأنه هو عبارة عن الكي فريم أو الكي أوبينيون فريم، اللي هو بيكون عمليا السبب المحرك في إيصال صوتها للجمهور بطريقة أو بأخرى. طيب السؤال بيطرح نفسه، كيف يتم صناعة المؤثرين يعني مع أنه اجتاحوا عالمنا ومحيطنا؟ يعني هناك نوع من المؤثرين موجود لأنه هو شهير أساسا في عالم، في ميدان رياضة، في ميدان فن، في موسيقى، أيا كان فهو شهير أصلا، فانتقل من هناك إلى عالم السوشيال ميديا فوجد نفسه محبوب وعنده جمهور بينتظر منه أن يتأثر. لكن هناك بعض المشاهير، مثلا أذكر هنا مثال وهذا يعني لا يضيره أكيد، محمد هنيدي مثلا، هو شهير في عالم الفن، لكنه عندما انتقل إلى عالم السوشيال ميديا انتقل بطريقة السوشيال ميديا، وأصبح ينتقل هناك من تويتر إلى فيسبوك، بيصنع جمهور بشكل دائم يناسب هذه المحطات، ويصنعه بطريقة المحطات، لا يعتمد بشكل كبير جدا على الفن اللي جاء منه كخلفية سينمائية أو غيره، ولكنه يعتمد على خفة ظله، على أدائه، على ألعابه، يلعب الببجي ويتحدث عن الببجي، فبالتالي حياته على السوشيال ميديا هي حياة المؤثر الجديدة، لذلك هو يتواجد من هذا. وهذا النوع الأول هو المشهور والذي تواجد على السوشيال ميديا. النوع الثاني هو الذي يمكن أن يصنع من خلال التواجد على هذه المنصات في توجه معين، في فكر معين، في رؤية معينة، يتخصص في مجال نقول عنه في عالم السوشيال ميديا نيش أو تخصص دقيق. يعرف هذا الشخص مثلا أنه يتحدث عن الرياضة أو يتحدث عن الأزياء أو عن الموضة أو عن فلسطين مثلا أو القضية أو عن حدث معين أو عن فكرة معينة، المهم أن يكون تخصص دقيق غير مسبوق، ويكون له لمسة خاصة به، يكون هو منفرد في أدائها وفي طريقة تعاطيه معه، وبالتالي يعني يكون هناك اهتمام من الناس حول هذا الشخص لأنه يمثل هذا الشيء، ليس شخص عام، ليس هو طبيب عام نذهب له لسؤال عام، نذهب فقط لأنه هو طبيب جراحة وأعصاب، مخ وأعصاب، وبالتالي عمليا هو متخصص في هذا المجال. وعندما يتواجد على هذه المنصات بكثرة وبغزارة وبمحتوى يعني دقيق يمكن مع الوقت ينجح. وهذا طبعا المعيار الثالث والمهم هو الوقت. فالمعيار الأول هو التخصص الدقيق، الثاني غزارة المحتوى، والثالث هو النشر بشكل طويل المدى، يمكن بعدها صناعة مؤثر. هذا المؤثر يزداد مع انخراطه مع المجتمع المحيط في عملية توسيع جمهور وقاعدة الجمهور. نعم. طيب خالد، دعنا نتحدث عن علاقة التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسياسة. هلا سابقا كان المؤثرين من فاشينيستا وغيرهم يبتعدوا عن الحديث حول السياسة تماما، يعني بيعتبروا انه احنا ما بدنا نخسر جمهور ببساطة. لكن بعد الأحداث الأخيرة ودخول القضية الفلسطينية على ساحة السوشيال ميديا انقلب الحال، والدليل يعني ما أودى بمقاطعة الدحيح. فأخبرنا، هل هذه المعادلات تتغير حاليا؟ تغيرت معادلة علاقة المؤثر بالسياسة عبر مواقع التواصل؟ يعني هو الآن هذا سؤال فكرة الأمية بصراحة، لأنه المؤثر الآن الموجود أصبح عبارة عن منتج، وهذا المنتج له تأثير وأيضا يتأثر بكل من الأنظمة الحاكمة والجهات السياسية والسيادية المتواجدة في معظم الدول، خصوصا الدول العربية المستبدة اللي بتحاول قدر الإمكان تسيطر على هذا السوق فكريا وماليا، وأيضا يتأثر بالجمهور.
لذلك الجمهور نفسه ممكن يأثر على هذا المؤثر. فبمعنى آخر فيما يتعلق بفلسطين تحديدا، كان الجمهور هو المؤثر على عدد كبير جدا من المؤثرين اللي كانوا يوصموا بأنهم لا يتفاعلوا مع القضية المركزية الأولى، بس انضغط عليهم نفسيا، فتسابق كثير منهم للظهور على منصاتهم للحديث عن فلسطين حتى يدرع عن نفسه هذه المشكلة أو هذه التهمة. هو كثير منهم وربما شاهدناهم كانوا يتواجدوا فقط لأجل أنه البث المباشر أعمل لك إله يعني أرفع لك البث المباشر بتاعك، بس أنا ما إلي في القضية ولا راح أحكي، ولو حكيت عن الموضوع ما راح أفيدكم، وفي نفس الوقت الجمهور اللي عندي راح يستنى مني أحكي مرة تانية بس أنا ما عندي معلومة، وبالتالي أنا سأتواجد معكم فقط اسما وشوفوا الجمهور بتاعي اللي يحب الموضوع يتابع معكم. هذا التأثير الأول اللي حكينا عنه، تأثير الجمهور على المؤثر، فجعلوا قدر الإمكان أسيره، يعني المؤثر أصبح أسيرا لجمهوره، وبالتالي عمليا صار يبحث عما يريده الجمهور حتى يقدم له في قناته وفي حسابه وعلى منصاته. النوع الثاني هو التأثير من قبل المؤسسات الرسمية للدولة والجهات الإعلامية، وهذا ما حدث مع الدحيح عندما توجهت نيو ميديا أكاديمي بأن تعاقدت مع الدحيح لأجل استحواذ عليه أو نشر محتوى على منصة نيو ميديا أكاديمي على اليوتيوب. طبعا هذا النوع من التواصل كان المقصود منه واضح جدا أنه جلب الجمهور الكبير العريض من الفئة الشابة الذي يتابع الدحيح مباشرة إلى هذه القناة. القناة فعليا كان عندها 9700 مشترك قبل الدحيح بيوم، قبل الإعلان ثاني يوم صاروا 300,000، اليوم نتكلم عن 800,000 مشترك، غير أنه المشاهدات كليا لم تزد عن 3 مليون لهذه القناة اللي عمرها سنة، خلال فقط حلقة واحدة من حلقات الدحيح كان هناك 3 مليون مشاهد، الآن 13 مليون مشاهد لمحتوى هذه القناة. هذا فعليا هو المطلوب، أنه يأتي الجمهور بالمشاهدات إلى هذه المحطة حتى يكون عمليا التأثير بشكل كبير جدا للفكر الذي يتم نشره من خلال هذه القناة، وهي قناة الميديا أكاديمي المتهمة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. طب من ناحية أخرى أنا حابة شوي أحكي عن الفاشينيستات، يعني مثلا ما يسموا الفاشينيستات لماذا يعني هن ما بيحبوا يحكوا بأي مواضيع أخرى، مع أنه تتحدث معهم فيها، طبعا أكيد كل حدا عنده فكر معين رؤية معينة، لكن بيتخصصوا بالموضة مثلا على سبيل المثال، هل هو الجمهور أم هل هو الموقع أم هل هو خلينا نقول الوضع ككل وضع الفاشينيستات؟ يتحكم في ذلك عدة عوامل، واحد منها التريندينج، الأشياء الأكثر تداولا على هذه المنصات، لأن الناس جاءت إلى هذه المنصات لأجل أنها منصات ترفيهية وترفية وتبحث عن المنتجات الترفيهية بالدرجة الأولى، لذلك عمليا هم حاولوا من خلال وجود هذه المنصات أن يعني يعطوا للجمهور ما يريده، هو الترند الأكثر تداولا الآن. فكان في فترة من الزمن وما زال حتى الآن الترند على هذه القائمة هو كل ما له علاقة بالموضة والأزياء والملابس والأكل، يأتي بعدها موضوع الرياضة ثم موضوع السياسة. فبالتالي عمليا الفكر والسياسة له جمهور لكنه في المرتبة الأخيرة فيما يتداول على هذه المنصات، مش جمهور سوشيال ميديا، ليس يعني. هو الجمهور المتواجد، الناس إذا تريد أن تسمع أو تشاهد الأخبار تذهب إلى التلفزيون، تقرأ الجريدة، تستمع إلى المذياع، لكن عمليا موجودها على مواقع التواصل الاجتماعي لأجل الترفيه بالدرجة الأولى ولأجل البحث عن الأشياء الترفيهية. والفاشينيستا التقطوا هذه النقطة وبدأوا منها ووجد لهم جمهور كبير. الآن عدنا مرة أخرى لنقطة أن الجمهور أصبح هو المؤثر، فبالتالي أصبح عنده الجمهور جاي عنده عشان هو بيعطيله الأكل، هو اللي بيعطيله الموضة والأزياء، وبالتالي عمليا عندما يقدم له شيء تاني، أنا متأكد تماما معظم الفاشينيستا قدموا شيئا آخر لجمهورهم ففشلوا في اختراق هذا الجمهور فعادوا مرة أخرى لمكانه. طب السؤال اللي بيطرح نفسه أصحاب الفكر أو الشخص اللي عنده فكرة معينة ويريد أن يؤثر بالمجتمع بنهاية المطاف، يعني وبده يتجه لعالم السوشيال لأنه عالم السوشيال هو المتحكم الآن، فكيف ممكن يوصل ويأثر بالجمهور؟ طيب ممكن، وهذا موجود له أمثلة كبيرة جدا، لأنه من بداية انطلاقه انطلق في هذا العالم، ومن بداية انتشاره انتشر في جمهور يريد هذا النوع من المحتوى، وهو طرق هذه الأبواب. الفاشينيستا طرقت أبواب سناب شات مثلا، وكان معروف جدا حتى المنصة نفسها أصبحت منصة الفاشينيستا بالدرجة الأولى. الآن من يريد أن يقترح أو يقتحم عالم التأثير النخبوي يذهب مباشرة إلى منصة كلاب هاوس، لأنه يعرف أن هناك منصة صوتية لا تعتمد على أي إبهار بصري ولا على أي مقاطع مرئية، هناك فقط كلمتك هي اللي تؤثر، وكلمتك المسموعة وليست حتى المكتوبة اللي كانت بالعادة على الفيسبوك يعتبر نوع من القص واللصق. فبالتالي هناك منصة تسمح لك، وهناك التغريدات على تويتر كذلك هي من نوع من المحتوى
الذي يعطي انطباع للمتابعين أنه أصحابهم أصحاب تغريدات قادرة على التأثير. لذلك النخب لها مكان ولها القدرة على التأثير، والسوشيال ميديا قادرة على أن تكون طيعة في أيديهم وقادرة على أن توصلهم إلى المكان الذي يريد. لكن في نقطة مهمة خالد نلاحظها بشكل كبير عبر مواقع التواصل، إنه مكان تواجد هذا المؤثر له علاقة بالآراء. يعني بصراحة بعض المؤثرين الموجودين في بعض دول الخليج لا يستطيعون أن يتحدثوا بأي موضوع خارج عن الخطوط الحمراء المتداولة. فبتشوف إنه فعليا يعني الموقع الجغرافي لهذا المؤثر له علاقة بشكل أو بآخر. بكل تأكيد، يعني إحنا مثلا لو نأخذ على دول خارج النطاق العالم العربي، في الصين مثلا لا يوجد هناك، لأنها دولة شمولية، لا يوجد هناك أي تغريد خارج السرب. كذلك بعض الدول التي تقمع الحريات، كذلك الأمر في الدول العربية، نجد أن هناك عدد كبير جدا من دول الخليج مثلا لا يتمكن المغردين منها من الحديث إلا إذا خرجوا من بلادهم. وعندنا أمثلة مثل عمر بن عبد العزيز وهو ناشط سعودي ومشهور جدا، عندما انتقل إلى الخارج تحدث وبكل أريحية. الله يرحمها آلاء الصديق التي توفيت منذ يومين تقريبا، الإماراتية لم تتمكن إطلاقا من الحديث في بلدها، واستطاعت أن تتحدث خارج بلدها وأن تصبح مؤثرة. لو عاشت في بلدها لن تكون مؤثرة، وأساسا لن يتركها النظام أن تتحدث خلال هذه الفترة وتصل إلى هذه الدرجة للتأثير على الجمهور. لذلك فعليا مثل ما تفضلتي، الجمهور والمكان والنظام الحاكم قد تؤثر على وجود المؤثرين أو تصنع مؤثرين، وقد يكون في بعض الأحيان مؤثرين مصنوعين لأجل أهداف أخرى. مثل ما نراه في كثير من دول وتحديدا في مصر، تصدير المؤثرين أو بمعنى آخر تصدير الحمقى كمشاهير، وهذا موجود بشكل كبير جدا، تسعى له الحكومة وتسعى له الأنظمة لأجل أن يغيب الواقع أو المجتمع بطريقة أو بأخرى. نعم، في نهاية المطاف نتشكر وجودك معنا اليوم، معلومات قيمة وحلوة، وشكرا لوجودك معنا خالد صافي. شكرا لكم.